والمجتمع الجامعي في مصر نشط جدا الفترة الماضية، يعني بشوف فعاليات كتيرة مختلفة بمشاركة 8 جامعات مصرية. انطلق المهرجان الرياضي الأول لذوي الهمم لجامعات الدلتا وإقليم القاهرة الكبرى. المهرجان كان هدفه تعزيز الصداقة وتبادل الخبرات بين طلاب الجامعات، وكمان استغلال طاقات الطلاب وأوقات الفراغ الخاصة بيهم وزيادة التقارب والتعارف ما بين طلاب جامعات إقليم الدلتا. زي ما أنت قلت يا محمد أنه في نشاط كده جامعي بقاله فترة، فخلونا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور ناصر الجزاوي رئيس جامعة بنها واللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الفل على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير يا أستاذة بسنت، صباح الخير يا أستاذ محمد، وصباح الخير على مصر. صباح الخير على حضرتك مرة تانية. يعني 8 جامعات مشاركة، عايزين نعرف ايه هما 8 جامعات والفعاليات اللي اشتمل عليها المهرجان الرياضي لذوي الهمم، حابين حضرتك تكلمنا عن هذه الفعاليات. اسمحي لي يا استاذه بسنت ان انا استثمر المداخله دي واهني ابطال مصر من ذوي الهمم على الانجاز الكبير اللي حققوه في اولمبيات البارالمبيه في باريس. كمان اسمحوا لي ان اشير ان الدوله المصريه في عهد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولي اهتمام وعنايه كبيره لاصحاب الهمم، ده طبعا من اجل تمكينهم من العيش باستقلاليه ممارسه حياتهم بشكل كامل وطبيعي. حقيقي في ضوء ده جامعه بنها نظمت المهرجان الرياضي الاول لذوي الهمم لجامعات الدلتا واقليم القاهره الكبرى، ده برعايه كريمه من الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. كمان ان المهرجان ده بياتي من ضمن انشطه الجامعه للمشروع القومي للتنميه البشريه، ودي المبادره الرئاسيه بدايه جديده لبناء الانسان، واللي بيستهدف استفاده كافه المواطنين من جميع موارد الدوله بشكل عادل. جامعة بنها استضافت في الفترة من 6 ل 9 سبتمبر الحالي المهرجان بمشاركة 8 جامعات، هي حلوان وعين شمس والزقازيق وكفر الشيخ والسادات والمنوفية وطنطا وبنها، و 150 طالب وطالبة من تلك الجامعات. المهرجان تضمن مسابقات بين الطلبة والطالبات في مختلف الأنشطة الرياضية، واللي شملت تنس الطاولة ورفع الأثقال والجري لمسافة 100 متر وكرة القدم الخماسية وغيرها حي من الأنشطة. طب دكتور ناصر، يعني رياضات مختلفة وأنشطة استهدفها المهرجان الرياضي الأول لذوي الهمم، حابين نعرف من حضرتك يعني كرئيس جامعة أبرز الحوافز اللي بتقدم للمشاركين إيه، والحوافز دي ممكن تكون عاملة إزاي عشان نشجعهم على ممارسة الرياضة وممارسة أنشطة مختلفة. حقيقة أستاذ محمد أن الجامعة في المهرجان ده تقريبا عملت سيموليشن أو محاكاة للأولمبيات البارالمبية، وكان في جوائز مالية وكمان كان في جوائز رمزية كميداليات برونزية وفضية وذهبية للطلاب. حقيقي الجامعة بنها وغيرها من الجامعات بتولي اهتمام كبير بطلابها ذوي الهمم، وبتديهم سواء دعم لوجستي أو دعم أكاديمي أو منح دراسية، وده بالتعاون مع شركاء وطنيين زي وزارة التضامن الاجتماعي وغيرها. طيب هل في شروط معينة ومواصفات بيتم اشتراطها على الطلاب المشاركين؟ ما فيش أي شروط محددة يا أستاذة بسنت لمشاركة الطلاب، احنا بنكتشف مواهبهم، بنرسخ قيم العداوة والمساواة بين الطلاب على اختلاف ظروفهم وقدراتهم، وبنحاول نكتشف الفروق الفردية بين الطلاب في المسابقات دي. بنوطن كمان ان التحدي يقدر يخلق فرصه الطالب يقدر يستثمرها. طب دكتور ناصر، دي هي الدوره الاولى للمهرجان الرياضي لذوي الهمم لجامعات الدلتا، هنشوف ده بقى تقليد سنوي ان شاء الله، يعني في كل عام هيكون في دوره خاصه للطلاب ذوي الهمم. بالفعل يا استاذ محمد، احنا وعدنا كل المشاركين اللي كان الفيدباك بتاعهم ايجابي ان احنا ان شاء الله جامعه بنها هتستمر في سلسله من هذه المهرجانات السنويه ان شاء الله. طب ازاي بتشجعوا الطلاب ان هم يمارسوا الرياضه وان هم يشاركوا في مثل هذه الفعاليات؟ هل في مثلا هل في انشطه معينه معرفش يعني بتتكلموا معاهم بتشجعوهم ازاي ان هم يشاركوا؟ عندنا من الاليات اللي بتدعم الطالب يا استاذه بسنت في الارشاد الاكاديمي والنفسي والاجتماعي، متواصلين مع طلاب الجامعه بكافه فئاتهم وظروفهم واختلافاتهم، بنحاول ان احنا نوطد علاقات الصداقه ما بين الطلاب داخل الجامعه وبين الجامعات وغيرها، وبنستثمر زي ما حضرتك اشرتي في بدايه التقرير للطاقات دي واوقات الفراغ خلال فصل الصيف. طب دكتور ناصر، هل بيتم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة أو مع الاتحادات الرياضية؟ لأنه فرصة
الرائعه جدا ان يبقى في مهرجان رياضي بيضم ذوي الهمم من الطلاب لاكتشاف المواهب. انا ممكن اكتشف مواهب رياضيه في العاب محدده ويبقوا بعد كده ابطال يتم رعايتهم من قبل الاتحادات الرياضيه. طبعا استاذ محمد، في تنسيق قوي ما بين الجامعه وبين وزاره التعليم العالي ووزاره الشباب والرياضه، وبنشارك في كافه الفعاليات وبنستثمر قدرات الكيانين. احنا بنشارك في مهرجان ابداع اللي بتنظمه وزاره الشباب والرياضه تحت رعايه سياده الرئيس، وبنشارك كمان في الاحتفال السنوي للقادرون باختلاف اللي بتنظمه وزاره الشباب والرياضه. بنستثمر امكانيات وقدرات مديريه الشباب والرياضه داخل محافظه القليوبيه، ومديريه الشباب والرياضه داخل محافظه القليوبيه بتستثمر في الامكانيات الماديه للجامعه، فبيننا علاقه استراتيجيه قويه طبعا. طب هل الملاعب الرياضيه داخل الجامعات في الدلتا مهيئه لوجستيا يعني للتعامل مع الطلاب ذوي الهمم؟ الطلاب ذوي الهمم بيحتاج كود معين في المنشآت الجامعية، الجامعة حريصة أنها توفرها. جميع المنشآت الجديدة داخل الجامعة وغيرها من الجامعات بتكون تم إنشاء على هذا الكود، أما المباني القديمة فبنحاول نأهلها لتسهيل ذوي القدرات الخاصة للتعامل معها حقيقي. طب دكتور ناصر، يعني خطوه حلوه قوي ان جامعه الدلتا تقوم بمثل، او جامعه بنها انا بعتذر، تقوم بمثل دي المبادره والفعاليات المهمه قوي للطلبه ذوي الهمم. هل في جامعات تانية بتقلدكم دلوقتي عملت نفس المهرجان؟ احكي لنا اكتر لو في جامعات تانية بالفعل احتزت بيكم وقدروا ان هم يعملوا حاجه زي دي، لان فعلا مهرجان مهم جدا جدا وخطوه مهمه قوي ان كل الجامعات تنفذها كمان. بالتاكيد يا استاذه بسنت، في تنسيق كامل ما بين الجامعات وبعضها من خلال المجلس الاعلى للجامعات، لان دي بتبقى انشطه قمميه فما يحصلش تعارض ما بين نشاط والاخر. جميع الجامعات بتقوم وبتنفذ وبتستضيف العديد من الانشطه القمميه. قريب جدا جامعه عين شمس هتستضيف نشاط قمي للفرقه الموسيقيه وكورال الجامعات داخل الحرم الجامعي بعين شمس. جميع الجامعات بتقوم بتنفيذ واستضافه أنشطة قمية من خلال التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات. طب هل الجامعة يعني جامعة بنها أو غيرها من الجامعات في إقليم الدلتا منفتحة على المجتمع خارج الجامعة؟ يعني ممكن يحصل تواصل مع الأندية اللي موجودة، اكتشاف لبعض المواهب الرياضية داخل كل محافظة من محافظات الدلتا؟ الحقيقه احنا في جامعه بنها عندنا مبادره عملناها مع وزاره الشباب والرياضه متمثله في مديريه الشباب والرياضه بالمحافظه، اتعلم اكتر. وده بنستثمر طاقات الشباب داخل الجامعه في المراكز الشباب اللي موجوده في اكتر من 150 مركز شباب داخل المحافظه، انهم يعلموا فئات معينه من السن خصوصا فئه المرحله الابتدائيه الرسم والخط والتلوين ومستويات المبدئية في اللغة الإنجليزية إلى غيرها. في تنسيق كامل ما بين إمكانيات الدولة متمثلة في الوزارات المعنية في هذا الصدد. احنا شايفين كمان بنات فايزين، ودي من الحاجات اللطيفة جدا جدا. احكي لي على أبرز الفايزين من السيدات يا فندم. حقيقي يعني البنات فاجئوني وفازوا بمعظم الميداليات الذهبيه، وحقيقي فاجئتني جامعه حلوان بالوفد الكبير اللي شارك في المهرجان وبعدد الميداليات والجوائز اللي حصلوا عليها. جامعه حلوان على فكره من الجامعات الناشطه جدا في الانشطه الطلابيه، سواء على المستوى الرياضي او حتى التعليمي والستودنتس اكتيفيتيز اللي بيعملوها الانشطه الطلابيه الكثيره اللي بيشاركوا فيها حتى على مستوى الجامعات كلها. بنشكرك جدا طبعا الدكتور ناصر الجزاوي رئيس جامعه بنها، وفعاليه مهمه جدا جدا ومهرجان رياضي نتمنى ان احنا نشوفه مطبق على صحيح. جميع او في جميع انحاء الجامعات في الجمهوريه.